السلام عليكم. اليوم نروح لولاية وهران لنعرفكم بهذا الفندق الجديد الذي تم افتتاحه مؤخرا في وسط مدينة وهران، واللي يعرف رواج كبير حيث أنه نال جائزة يعني جد مشرفة في موقع إلكتروني عالمي خاص بالفنادق بصفة عامة، هنا الإعجاب كثير من الذين زاروه يعني بسبب الخدمات والفندق، يعني من ناحية الشكلية من الخارجية الهندسية غير يعني مش يعني حاجة يعني فريمون سبيسيال، لكن يعني بسبب الخدمات داخل الفندق هذا. المهم نخلوكم تابعوا ما تبقى من هذا الفيديو عن هذا الفندق إذن الجديد، والسلام عليكم.